هذا العدد رح يكون خاص. لماذا؟ لأننا رح نشوفوا فيه كل ما تحقق وكل ما لم يتحقق. خلاص أنا فشلت دركا. لكن أنت مرأة شريفة، غدوة وليدك يكبر نيفو في السما، وشنو أنا نحير هاد السلطات كاينين ولا ما كاش؟ كما قلنا أنه تضحية خيانة زوجية، ولكن بعد مرورك هنا في البلاتو الحمد لله يا ربي. كانت الأدلة والكلام كاع أنك عقيم، وفي النهاية تزوج وحمرتك راهي حامل. جويدة كانت لقات عمتها، يعني جاتنا هنا المقر وبحثت عليها. جي ليها تقول لها أنا عمتك، ولكن ما نقدرش نقول لك شكون باباك. نسرين الحمد لله لقات خوها التوأم. جيبها تعيش معايا على نعرف. عمي رشيد كان خايف يلحق عليه رمضان ويجوزوا لبرا. البشرى أن عمي رشيد والأسرة تاعو ما راهمش في الشارع. كان عندها الحظ أنها مرت في هذا البرنامج وقدرت توصل إلى معرفة الامتحان. أنا صدقيني من الفرحة تاعي من ذاك نرقد وكي نفطر من الصباح نخاف نقول بالك هذه النوم. فرحة كبيرة حسيت بالإحياء واحدة أخرى كاع. قضية اللي أثرت في نفوس الملايين من الجزائريين. جيت نقول للشعب الجزائري كاع ما كاش كيما أنت. إذا تعلق الأمر بالدراهم أنا لا يمناه، إذا تعلق بالكبدة أنا لا يمناها، وكاين الرجال والنساء راهي متعلقة بورقة يكتبها الطبيب. هي كانت تقول لي باباك يتبرى منك يخليك إكس وما يعطيلكش الآسم، علاش دوكا ويحوس يمد لي آسمه؟ أي كاين وثيقة وتدل بلي هي أبوندونات بنتها. امبوسيبل باش نعاود نولي نخزر فيه. أنا بكيتكم صار اليوم باقا نفرحكم، خاطرش أنا بعد 3 سنين كامل جاتي ما حقيقية وقعدت يعطيك ورطك.